يستمر توافد اللاجئين السوريين من مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية إلى منطقة سيريكانية، أغلبهم من محافظة الرقة ودير الزور. البعض منهم فر من ممارسة التنظيم طمعا بحياة أفضل، والبعض الآخر لم يبق له من السكن ما يأويه بعد تهدم منزله بحثا عن حياة بعيدة عن الحروب، وخاصة عن المناطق الكردية تشهد استقرارا نسبيا. 4 سنين أنا بيتي جوا الجبل، من القذائف المدفعية منصوبة فوقي تبع النظام. صار لي 4 سنين من طلعت من بيتي وبيتي انهدم، عرفت، ومباك كلياته راح، عرفت، رحت 10 أشهر على الحسكة لا شغلة ولا عملة، ما عندي معين غير الله. الإدارة الذاتية من خلال منظماتها الإغاثية تحاول أن تقدم لهم ما يتيسر من مواد إغاثية وطبية وسكن يأويهم، وتحاول تجهيز مخيم لهم في بلدة المبروكة، ولكن تبقى الإمكانات محدودة لاستيعاب الأعداد المتوافدة بشكل يومي. بيستو ديما ها يا زادة أبحم لدى سبيبوية أمتين مدرسي هروش أمتشألي كاري زيستي ماتي قلاندن أمددن نبان لاجئيني دفردة مواد غذائية بنام بآف بمازوت بأمجوان تينن أمالي كاري دقينن جاي من غادي جاي لاجئ اقعدهم بالمخيم وارتاح. تقريبا روجي 4-5 سنتين، يعني قسمي مش بيسو ديما هيد الفرن حيا انها دراسي 1000 انسان درباسي باجير بوي والفرجيج بو قام بيجي ام تجهيزاتي قام بيدكن، يعني ان شاء الله بعد روجانا او جاهز به. من ناحية اخرى فقد فرضت الادارة الذاتية قانونا يلزم فيه اللاجئ القادم من مناطق اخرى بالعثور على كفيلين له ولعائلته للدخول الى مناطق روجافا تجنبا لحوادث التسلل التي تقوم بها داعش. كل شيء برات المقاطعة بدو كفيلين من مجلس الشعب واسيش وكومين. ريارا نيوز، هيثم حاجي أرسينو، بلدة المبروكة.